السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيف ما وعدناكم على حبيبة الجماهير حبيبة الأطفال الصغار والأمهات البطاطس اللي شحال من مرة صنفناها في خانة النشويات ماشي في خانة الخضر كما تيظن الكثير منكم. صباح الخير سي نبيل عياشي. صباح الخير سميرة، صباح الخير السادة المستمعين، وجمعة مباركة للجميع، ونطلبوا إن شاء الله الله يتقبل من الجميع يا ربي آمين. البطاطس فاش نقولوا هي داخلة في خانة النشويات وماشي في الخضر، هذا ما تيعنيش بأنها ما مزياناش. أكيد أكيد، فالبطاطس هي تعتبر بين الأغذية اللي تيعتمدوا لها بزاف ديال الامهات وتيعتمدوا لها بزاف ديال الابناء، واستهلاكهم ليها بشكل يومي تيظنوا بانها بانهم تياكلوا خضر. تحيدوا لها هذيك لاكولبابيليتي زعما راه خداو الخضره ديال اليوم. هذا خطا، فالنشويات هي داخله في الخانه، عفوا فالبطاطس داخله في الخانه ديال النشويات، وملي تنهضروا على الخانه ديال النشويات يعني كل ما هو خبز روز بات. فبالنسبه للناس اللي تياخذوا بطاطا وتيظنوا انهم كتبوا خضر فهذا خطا. فملي تجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديال البطاطس، فكاين بعض الناس يقول لك البطاطا تتغلط كذلك، وهذا خطا. البطاطا تتغلط نعم، ولكن الا تخدش بواحد الطريقه. فنعطيك مثال بسيط جدا، فالبطاطس هي تحتوي على تقريبا واحد 120 سعره حراريه في بطاطا. بطاطا تقريبا فيها 130 غرام 120 غرام، يعني نقدروا نقولوا 100 سعره حراريه في 100 غرام. ملي تتقلى تتولي فيها 500 حتى 550 سعره حراريه في كل 100 غرام. واو، يعني تتضرب في 5 د المرات، يعني باش نفهموا هذه المساله. البطاطا راه ما تتغلطش، راه هي وقت فيه 120 سعره حراريه، يعني الطريقه ديال الاكل ديال البطاطا هو اللي تيخلي انها تؤدي الى زياده في الوزن. واخا الطريقه ديال الاكل ديال البطاطا الصحيه اللي نتنفعوا منها، نتنفعوا من الفوائد ديالها. بعدا شنو هي الفوائد ديال البطاطا؟ نعم، لان هي من النشويات، شنو هي الفوائد؟ واش فيها شي فيتامينات؟ بطبيعه الحال فيها شي الياف، فيها شي معادن؟ بطبيعه الحال وليتي حافظه تبارك الله. وشنو؟ بطبيعه الحال فيها الالياف ديالها، بطبيعه الحال فيها كذلك نسبه مهمه ديال النشويات، وككل الاغذيه النشويه فيها ما يعرف بفيتامينات الخلايا الدماغيه اللي هي فيتامينات المجموعه باء، وبالتالي فالبطاطس تحتوي على نسبه مهمه من هذه الفيتامينات، فيها كذلك نسبه مهمه من البروتينات تقريبا 3%، ما فيهاش دهون، ما فيهاش دهنيات، فيها كذلك حتى هي مضادات الاكسده. بالاضافه لهذا ففيها بعض المكونات الغذائيه بحال فيها شويه الحديد، فيها شويه ديال البوتاسيوم، فيها مزيان، فيها شويه ديال النحاس، ولكن يعني مفيده اللي فيها بزاف هي خصوصا كما قلت فيتامينات المجموعه باء، بالاضافه الالياف الغذائيه. فالبطاطس نعتمدوا لها كمصدر للطاقه ماشي كمصدر للمكونات الغذائيه الاخرى. فتناولها كمصدر للطاقه او حتى دوك الفيتامينات اللي فيها ولا حتى مضادات الاكسده اللي فيها، المشكل اللي تيوقع انك ملي تاخذها على شكل بطاطس مقليه كيمشيو باي باي كل شيء باي باي. نقولوا السي نبيل عياشي بان البطاطا هي ملكه النشويات مثلا. هو اللي خاص يدار ان الخطا اللي تنديرو هو النشويات ما خصهاش تخلط مع بعضها البعض في وجبه واحده، يعني الخبز والبطاطا مثلا، الخبز والبطاطا او لا او لا. كاينه مساله اخرى غندير، حيت في الطاجين ديالنا مولفين تنديرو مثلا طاجين بطاطا وخيزو ولا بطاطا والزيتون ولا بطاطا والزيتون، ماشي مشكل، ماشي مشكل، لان ما تشكوش كميه كبيره ديال البطاطا. ولكن تخيل معايا غدير لا بيغي وغتاكلها بالخبز. لا ماشي معقول. هنا لا، او لا مثلا غدير الفريت لان غتاكل كميه كبيره منه، وفي نفس الوقت انت واكل الخبز بالطاجين والفريت معاه، هذا خطا. لان النشويات يا اما الا غناخذ كميه كبيره من واحد الحاجه ما خصناش ناخذ نشويات اخرى، او لا غناخذ شويه من هنا شويه من هنا. مثلا غناخذ الرز مع بطاطا مثلا، كميه كبيره ديال الرز مع كميه كبيره ديال البطاطا، هذا خطا. داكشي علاش العدس ولا الحمص ولا البصاره، يعني كميه وحده نقسمها على جوج، نقسمها على جوج، او لا غناخذ كميه كبيره من واحد الحاجه وحاجه اخرى ما غاديش ناخذ منها. فالبطاطس ممكن انها تخاد كيف ما شرتي عطيتينا هذا الاسبوع، يعني بيوري مثلا ممكن زيت البلدي الله يخليكم جربوها وردوا علينا الخبر، راه لذيذه. فهذه النقطه الاولى، ممكن نديروها طاجين ما عندناش مشكل. بطبيعه الحال كاين هناك مجموعه ديال الوصفات اخرى ديال البطاطا غادي نقدموا منها المعقوده ان شاء الله. نعم معقوده كذلك، دائما باش نرجعوا للتقاليد ديال المغرب اللي كبرنا بها كذلك. غير هي تتبقى القلي ديالها هو ما يفسدها ويفسد الصحه ويفسد كل شيء، فحاولوا ما امكن، انا ما غنقولش تحيدوا، ولكن غير تقللوا من البطاطا مقليه في الزيت. يعني درتوها مره في الشهر ولا مره في ثلاثه السيمانات ماشي مشكل، اما باش تكون، لان كاين هناك اطفال للاسف تيتناولوا يوميا البطاطس مقليه في الزيت، وهذا خطا. يعني فالتناول ديال البطاطس ممكن خاصو يتخاد، ولكن وهذا وقتها الان فيها بروتينات، فيها بروتينات نعم، فيها نسبه البروتينات والنشويات، ما فيهاش الدهنيات، ولكن باش نتناولوها مقليه في الزيت راه ما تنستافدوا منها حتى شي حاجه. للاشاره فقط، فكاين 500 نوع من البطاطس تنمو في ارجاء العالم.
العالم. ولعل اشهر انواع هذه البطاطس هي المتميزه بالقشره ديالها البنيه واللحم الابيض ديالها. حنا هنا في المغرب عندنا الحمراء والبيضاء. البيضاء سنقولوا للطياب، الحمراء هذيك اللي خارج منها العريشه شي شويه فيها النباته، تنقولوا البطاطا النباته هذيك تصلح للقلي. هذيك خصنا نغمضوا عينينا وناخذوا البيضاء باش نطيبوا بها احسن. نسلقوها نسلقوها ونديروا اللي مالا البيضه تجي في السلق احسن. نعم احسن. كاين شي ما يتقال مازال على انا الا خرجنا من هذه الحلقه ديال اليوم بهذه النقطه هذه ديال ان البطاطا ما ناكلوهاش، ان جوج النقط، ان هي ماشي خضره نشويات، وانها نتعد عليها ما امكن اننا نتناولوها مقليه في الزيت. يعني غير الا فهمنا هاد جوج النقط فغنكونوا اننا حققنا واحد النقطه كبيره جدا. بطبيعه الحال الناس المصابين بداء السكري خصهم يفهموا بان البطاطس راها ماشي خضره، راها نشويات، وبالتالي فما خصهاش تخاد مع الخبز. ياخذوها يا اما هي يا اما الخبز. هنا طالب المعالج راه تيعطي النصائح في هذا الجانب هذا. فاللهم ما ناكلوهاش على اننا ناكلو شي حاجه مضره مقليه. سي لبلاياش غادي نسولك واحد السؤال. واحد المره وانا تنتسارى في باديه ضربت لي واحد الرائحه كريهه جدا. نعم. قالوا لي حقي ديال البطاطس. نعم. تما تخلعت من البطاطا، شنو تيديروا فيها باش تكبر؟ بطبيعه الحال بعض الاحيان كاين اللي تيضيف مواد اخرى، مواد كيميائيه، فهنا رائحه كريهه سي نبيل. كاين بعض المواد اللي تتعطي ربما هذيك، ما عرفتش انا هذا المصدر منين غيكون جاي. ولكن شوف حنا باقي الحمد لله عندنا، باقا عندنا بطاطا طريه، باقا عندنا بطاطا طبيعيه، باقا عندنا خضر طبيعيه، باقا بالتراب ديالها افيكتيفمون. الحمد لله، يعني الحمد لله باقي عندنا ما يتكال في المغرب بشكل كبير. واضح. الوصفه ديال اليوم تتعتبر وصفه تقليديه وكبرنا بها حنا فاش كنا صغار كما قال سي نبيل عياشي. هي معقوده، وصفه لذيذه مزيان، وتقدر تعوض الوصفات اللي جبناهم من الخارج. وفيها مواد مغربيه، يعني تصوب بشرموله مثلا. معقوده تحتاجوا لها كيلو البطاطا للاشاره فقط. فالمعقود يمكن تكون مقليه، وهنا ما غاديش يعجبوا الحال سي نبيل عياشي. يمكن تدخل الفران تصوب بحال كيكه. انا نعطيكم الطرق، الطريقتين بجوج ولكم الاختيار. دونك تحتاجوا كيلو البطاطا وتنطحنوها كيف ما قلت لكم. يوم الاثنين تيظهر لي بالماكينه ديال الطحين ديال الماطيشه، ماشي بشي اله، لان تتخرج مرمله لذيذه. الاله تيخرجوها معلكه، تتولي بحال الكاوتشو. الماكينه ديال الطحين الماطيشه تجي رائعه. دونك تنطحنوا هذه كيلو البطاطا المسلوقه، في اناء واحد اخر تنديروا واحد قبطه ديال المعدنوس. المعدنوس يكون بكثره بزايد، تنقردوه مزيان، تنديروا معاه واحد ربعه دروس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الكمون. الكمون عاوتاني ما خصناش نديروا فيه بزاف لانها تيمرر. التحميره بزايد، والسودانيه، السودانيه مطحونه، ناشفه مطحونه، وشويه الملح. تنصبوا هذا الخليط على البطاطا وتنفقسوا عليه سته البيضات ومعلقه الطحين. سته البيضات معلقه الطحين. الو هو الخليط ديالهم موجود، يبقى لكم اختيار واش تقليوه ولا تدخلوه الفران. الو باش تقليوه راه باين تديروا به واحد خبيزات صغار وتتقليوه في الزيت، وانا السي نبيل عياشي راه ما متفقش. باش تطيبوه في الفران كاين واحد الطريقه غريبه، هذه اللي تدير الوالده ديالي وهي اللي كبرنا بها، وتجي بحال الكيكه لذيذه. تتقطع على في الاشاره للاشاره من بين الحوايج اللي كانوا تيتباعوا في الزنقه، من غير بابوش والكبال والبلوط والهنديه وهادشي كان طيب وهاري، كانت تتباع معقوده حتى هي طروف هاد المعقوده في الفران. الوغ هاد الخليط هذا شنو تديروا؟ تطاوا ديال الفران بحال دابا كانت تلصق، تترشوا عليها شويه الطحين، تتسخنوا واحد الكاس ديال الزيت، تتكبوه في الطاوه، عاد تتكبوا عليه هذا الخليط وتدخلوا الفران. هذاك الخليط ما تيلصقش وتيشرب هذاك الزيت، لان الا لاحظتي هذاك الخليط راه ما فيهش كاع الزيت. دونك الزيت تنديروها بوحده في الطاوه، عاد باش تنزيدوا عليها الخليط وندخلوها الفران، تتولي بحال كيكه وتتقطع، تتكون متماسكه ومجموعه لذيذه بزاف. طبعا ما ناكلوهاش مع الخبز كيف ما قال سي نبيل عياشي، وحتى الا قليناها ما ناكلوهاش مع الخبز. نحاولوا نتفاداو القلي مره ماشي مشكل. مره كراسات جلديه اكيد كليناها، ما كذبش كليناها مقليه في الزيت، ولكن كان يمكن هو المصدر. ما كناش نتناولوا القلي يوميا. انا علاش نهضر على القلي؟ ان للاسف ولينا تنتناولوه بشكل كبير. وتصور معايا سي نبيل عياشي هذه المعقوده في الفران، واحد واحد اللاطه ديال الحوت. يا سلام، غداء كامل بطبيعه الحال. يا ريت نرجعوا بحال الانواع ديال الاغذيه هذه، ونتهلاو في ريوسنا، نتهلاو في صحتنا وصحه وليداتنا، ونهيئوهم باش يكون عندهم مردوديه في الحياه
الدراسيه ديالهم في العمل ديالهم وحتى في الحياه اليوميه ديالهم، لان التغذيه هي اساس الصحه بالكل. وبما ان يعني الصحه ديالنا تتبدا من التبصيل، دائما تنقولوها التبصيل ديالنا، فنعرفوا شنو تنطيبوا ونعرفوا شنو تندخلوا للجسم ديالنا.